خدني على المكتب هلا. العمى شو هاد؟ كان رح يروحها لهالبنت. ليش وقفت؟ في وحدة طلعت قدامي وضربتها بالسيارة بدون قصد. بس ما يكون صار لشي. شو معلم؟ مرقت على خير، بس ليك هالناس جد شي مو معقول. عم يطلعوا كأنه نحن اللي ضربناها، لقوا على شوي رح يجيبوا الشرطة. شو هالصدفة؟ يا ربي وين حطيت المفاتيح؟ يعني ما بيكفيني مصيبة المركز؟ شو قصة هاليوم اللي كله مصايب؟ لك الله يمضي هاليوم على خير، بس شو ما صار أنا ما رح سلم المركز لشركة كورانا. هو هذا اللي ناقصني هلأ، صرت حزق كمان. يلا اطلعي اطلعي بسرعة. كل عام وانت بخير يا حلوة. انت شو اللي جابك لهون؟ هلا مو وقتك. انت ومرة تانية؟ طبعا انت مو حدا تانية. ما عم انسى مشوارنا ابدا هداك اليوم، ولا يعني نسيتيني فورا؟ عم اقول لك مو وقتك. انا هلا مو وقتي؟ شو يعني ايمت ما بدك انا لازم اطلع لك؟ هي بدل ما تعطيني المصاري تبعي وتشكريني وفوق جاي وعم تعيطي علي كمان مو؟ شو عم تحكي انت؟ اي مصاري؟ حق الغزله ولا شو؟ لا تفكري حالك شاطره وتتناسي الموضوع، اشتريتهم من جيبتي، يعني من حر مالي، يا بتدفعي لي او بتروحي ترجعيها للبياع. لا وبتيجي بتقلي كمان انه هلا مو وقتك. يلا يلا بسرعه، اصلا مو فاضي لك، عندي شغل. يلا يلا ادفعي لي المصاري هلا وفورا. شو شو قلت؟ شو عم تقول انت؟ انت وقتها اللي عزمتني مو انا، ما حدا جبرك. ايه روح عنا يا. شو 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 هالحكي هاد؟ انا دفعت اكثر بكثير، فحاجتك بقى، واذا ما عجبك الحكي خدي كلي فستق. الظاهر مانك عايشة بهالبلد وما بتعرفي شي عن الغلا اللي فيها. الناس هون ما عم بتلاقي شي تاكلوا على كتر الغلا اللي صاير، لهيك الواحد منا عم يشتغل 100 شغله ليقدر ياكل لقمه واحده، ويا دوب يقدر يكفي حاله لاخر الشهر. اسمعي لقلي، هاتي المصاري وهلا فورا، لانه حركات النصب ما بتمرق علي. انا اجيت مشان اخذ حقي وما رح روح من هون قبل ما اخده هلا وفورا. هاتي المصاري لشوف. اول شيء انت قعدت بسيارتي بدون ما حدا يعزمك، وثانيا انت اللي اشتريتي لي الغزله، وثالثا انت النصاب مو انا. عم تفهم؟ انا ما رح ادفع لك شيء لو بتموت. مشي حاله. شو هو؟ مشي حاله. انت اهبل شيء؟ لا انا ماني اهبل، عن جد عم احكي، انا بقصد انه سحري مشي حاله. انا مو فاضيه، رح اعطيك مصرياتك واتركني بحالي. لحظه لحظه لحظه، شبك ليش بتضلي معصبه؟ كنت عم امسح معك مشان توقف. شو اللي بدها توقف؟ الحزقة يلي كانت وراحت. ستي كانت تقلي إذا لقيت حدا عنده حزقة وكتير متضايق نقزه أو نكذوب عليه. عن جد أنت مجنون. المهم حزقتك راحت وصار لازم بقى أختفي. إذا بدكن الصراحة هالمرة أحلى من يلي قبلها، وهلأ رح أستنى بلكي بقدر بشوفها للمرة الثالثة، وطبعاً أنا ما بعرف إيمت رح تكون هالمرة الثالثة. شكراً شكراً مشان هالمشروع والجهد يلي أنتو بذلتوه لحتى تنجح شركتنا وتصير عالمية والأولى بين الشركات. اسمحوا لي يا جماعة وبالنيابة كمان عن أبي وبالنيابة عنكم أنتو أني أتشكركم. نجاحنا بسببكم. بعد إذنك. نعم مدام. موجود مدير الشركة؟ مين حضرتك؟ مدام مدام
لو سمحتي ممنوع تفوتي لجوا. تانيا. نعم استاذ. انا فايت على الاجتماع، ما بدي تليفونات ولا تخلي اي حدا يفوت لعندي. حاضر استاذ. شكرا لك. مدام لو سمحتي وقفي عندك، ممنوع تفوتي على الشركه اذا ما كان عندك موعد. انتوا شو فاكرين حالكم؟ اه ليش بدكم تشردوا الناس؟ مدام لو سمحتي روقي شوي. بدك يعني روق؟ اه طب بدي اسالك، انت تشردتي من بيتك؟ اكيد لا. بس انا رح اتشرد. انا بقترح يا جماعه لو سمحتي ما بدي تفوتي لجوا. لا بدي فوت وغصب عنك، لازم شوف صاحب الشركه. انا عم اقول لك ممنوع. شوفي من قدامي. عم اقول لك عندهم اجتماع، اذا بتريدي انا بدي تانيا. شوف مدير الشركه. إيه استاذ شو عم بيصير؟ شو هذا الصوت يلي برا؟ والله ما بعرف، هلا بشوف شو القصه. ايه لكن تصرفي. ليكي مدام، المدير سافر على لندن، بده كم يوم ليرجع. عن جد؟ مدام مسافر، مين اللي عم يعمل المشاريع بالشركة؟ مدام أنا ما عم كذب عليكي، عن جد هو هلأ مسافر مانو هون، خلص بس يجي فيكي تجي وتشوفي. حلو كتير، ماشي، أعطيني رقمه. بعتذر منك مدام، ما فيني أعطيكي رقمه أبدا. وأنا كمان بعتذر، ما رح أطلع من هون لحتى يرجع من لندن، هي طبعا إذا كان مسافر. مدام حضرتك ما عم تفهمي علي. لك أنت اللي ما عم تفهمي علي، أنا لازم شوفه. عفوا، طيب. تفضلي مدام، هذا هو رقمه للمدير، بس إذا بتريدي بدي أطلب منك إنه ما حدا يعرف إني أعطيتك إياه، لأنه هالشي عنا ممنوع. كتير منيح هيك، هلأ صار فيني أوصل له وأحكي معه، ما رح أسمح له أبداً إنه ياخذ المركز ويشرد الأولاد. النسخة عن تقرير المشروع رح تكون معكم بكرة. حضرة السيد سيد، لو رجال بتجي لعندي على البيت. يا جماعة اجتماعنا اليوم خلص. ساتيش تعال عندي على المكتب، بدي اياك. حاضر استاذ، فيني ادخل؟ ايه ايه طبعا تفضل فوت. خير ان شاء الله، مرني استاذ. في وحدة ساكنة بأرض المحضر يلي أخذناه للفندق، يعني هيك رسائل وحكي تهديد، قال إذا رجال واجهني وقال بدها تكسر لي رجلي. ليش أنا شو عاملها لحتى تحكي هيك؟ لهالسبب بدي أسألك وبتجاوبني بصراحة، ماشي؟ أمرك، تفضل أستاذ. المكان يلي أخدناه أكيد ما رح نضر سكانه ونشردهم من بيوتهم مثل ما أنت كنت عم تقول، ولا مانك متأكد؟ مو أنت قلت لي بيطلع لهم بيوت جديدة؟ ولا يعني هذا كله حكي بحكي؟ أنا بدي أعرف مشان رد على صاحبة الرسائل. أنت بتعرف تماماً أنه نحن ما بدنا نضر حدا لأنه مضرة الناس شغلة مانا من أخلاقيات الشركة، كلامي صح ولا لا؟ شو قلت؟ أنا ناطر جوابك. إيه أستاذ، هو قصدي أكيد هالمخلوقة وحدة مستغلة، في كتير ناس بدها تستغل الشركة مشان يطلع لها حصص وبيوت أكتر. الناس صايرة عم تستغل حاجتنا للأرض، يعني شو بدهم أكتر من أنه نعطيهم بيوت؟ إيه طيب بالإذن. الله معك. شو هالأم هي؟ عم تستغل أولادها لمصلحتها الشخصية وبدها تكسر لي رجلي، عن جد مو معقولين هالناس بالمرة. روشني خلص انسي، أصلاً أنت مو قد هيك ناس. أنا مو قدهم؟ أنت لسه ما بتعرفني. ليكي أنسي، أوقات الواحد بخربط مو بإيده، يعني في أسلوب معين للحكي يخلي أي حدا يسمع كلمته. شو قصدك؟ أنا ما فهمت عليك أبداً. أنا رح أقلك، إذا بدك تخلي الناس تسمعك لازم تحاكيهم منيح. لكن إيه يعني الناس بيحبوا يسمعوا الكلام الحلو، وإذا بدك أنا بقلك شو تقولي. آه ماشي، أنا غلطانة الحق معكن. طب نقلوني شو أكتب له؟ قولي له لهالزكي ياخد دواء للغلاظة تبعه ويروح لبعيد. قلت لي دواء؟ لشو؟ أستاذ هيك ما بيصير، أنت روح ارتاح بالمكتب وأنا بدير الأمور هون مثل وكأنك موجود. لا ولا يهمك. صباح الخير أستاذ. صباح الحمد لله. أنا وياك رح نحمل الرمل. بدي أشرف على الوضع بنفسي. مو مشكلة أستاذ، بس أنا عم قلك هيك مشان ما تغبر تيابك. أنت مكانك ورا مكتبك مو بين الغبرة والطين. في حكمة كتير مفيدة بعرفها من زمان ورح قلك إياها، إذا ما بتتوسخ بالغبرة مستحيل إنك تلاقي نتيجة لتعبك. تعرف مين يلي قالها؟ محسوبك، سجلها عندك مشان تحفظها، وكمان سجل عندك إنه رح إجي كل يوم لعندك.